هلا والله فيكم، ايش رايكم؟ ايش رايكم في المرتبه يا جماعه؟ هذه المرتبه من هاي كير، هذه كان سعرها ب 3829 والحين صارت ب 1699. صراحه يا جماعه العرض هذا مره قوي، تتكلم عن مرتبه طبيه ويعطوك عليها ضمان 10 سنوات. على فكره يا جماعه، الهاي كير عمري ما جيت عملت فيه تغطيه الا كانت فيه عروض قويه، عروض ناريه، عروض يا جماعه من الاخر. يلا نكمل باقي تغطيتنا. يعطيك العافية. الله يعافيك. ما شاء الله تبارك الله، عروضكم نار. الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. ودي هذه المرتبة تعطيني فكرة عنها اللي صورناها قبل شوي. أبشرني همك. طبعا أول حاجة في المرتبة اللي كيف تكون؟ تكون موجودة اللي فيها الدعامات الجانبية. بالضبط. الدعامات الجانبية كل ما كانت قوية كل ما كانت المرتبة قوية تكون أمورها الحمد لله خير. طيب الحاجة الثانية هذه تصنف أنها مرتبة طبية. حلو. طبية كيف؟ فيها اللي يكون نظام اللي هو فصل أوزان بالإضافة إلى مادة اللاتكس اللي تعطيك تأمن الدعم للعمود الفقري. حلو. بالإضافة تكون لو تنام عليها تكون ما تنزل معاك، تعطيك يعني اللي هو استقامة للعمود الفقري بالإضافة إلى هذه هذه اللي صورناها من قبل لما تتحرك. طيب بالضبط، لو تتحرك هنا تكون الجهة الثانية ثابتة. طبعا العرض نازل على مقاس 180 في مترين اللي هو يسمونه الكوين سايز. يا سلام، ب 1699. هذه المخدات يا جماعة، هذه المخدات الطبية والمخدات الفندقية. هذه المخدة الفندقية عليها عرض يا جماعة مرة قوي، راح تكون من 170 ريال إلين 45 ريال، مخدة فندقية. يا سلام. يقولوا اخواننا المصريين يقولوا عرض مش حتقدر تغمض عينك، هو العرض ده نشوفه سوا. بص يا حبيبي، شوفوا هالعرض هالقوي، هالباكج من ايش يتكون؟ مرتبة فندقية عليها ضمان 5 سنوات، معاها المخدة، معاها السرير هذا. طبعا السرير تختار اي لون من الالوان هذه يفصلوا لك اياه واي موديل من هذول. سرير نفر ونص مع مرتبة مع مخدة، تختار اللون اللي تبغاه. بكم يا جماعة؟ ب 1190 ريال. هذا العرض اللي يسموه ناري يا جماعة. هذا اللباد 14 سنتي، هذا سلمك الله اللي يقولوا النوم الهني عليه، هذا تحط راسك وتنام. هذا يا جماعة كان سعره ب 1280 والعرض القوي اليوم عليه ب 559 ريال من الآخر. شوفوا يا جماعة هذا العازل، هذا يا جماعة مرة مهم، حق النفر النص ب 129 وحق النفرين عليه عرض بكم؟ ب 156 ريال بس. هذا طبعا قطن مصري 100%، صحيح؟ صحيح. خلينا نشوف التجربة اللي عليه. أكيد راح تشوف التجربة، طبعا هذا ماي. حلو. طبعا تست كان نشوف هل ينسم أو لا. طبعا لو صبينا الماي هنا. يا سلام. لو بتحط يدك هنا تحت ما راح تشوفه، أصلا لو ترفعه هو يتحرك معك. يا سلام. بالضبط. يا سلام يا سلام. نعالجه كيف؟ مناديل وتبيزها وانتهى الموضوع. طيب صراحة يا جماعة مرة حلو، خصوصا حق الأطفال، والعرض مرة حلو ب 129 ريال. جالس في البيت تشاهد لك فيلم كذا مروق، بغالك حاجة تدفيك في هالجو البارد، الحاف الكشميري وعليه عرض مرة قوي. شوف الألوان الحلوة اللي فيه يا جماعة، بكم هذا؟ من 140 إلى 69 ريال. وهذا موديل آخر، شوفوا النقشة اللي عليه. يا سلام، وكم سعره هذا؟ هذا سعره من 160 إلى 89 ريال. وعلى قولتهم ختامها مسك، اختم يا ابو بديع. طيب عندنا هذه المرتبة. اوكي. طبية فندقية متوسطة الضغط. وضمان كم؟ ضمانها 10 سنوات. 10 سنوات. نظامها فصل اوزان. حلو. فيه اللي تكون دعمات الجانبية جدا قوية، مرتبة جدا ممتازة. طيب العرض اللي عليها شنو؟ كم سعرها اول شيء؟ سعرها اول شيء 2850 قبل الخصم. حلو. حاليا عليها خصم تطلع 1950. ما شاء الله. 1950، طيب لو تضيف عليها 200 شو اللي راح تحصل عليها؟ ايش راح تحصل؟ لباد 14 سنتي. يا سلام. هذا اللي قلنا عليه، اللي قلنا عليه 559 لحاله. يا اخي 200 تاخذ هذا. اوكي. خلصنا؟ لا ما خلصنا. حلو. معاهم مخدتين ماريو. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا العرض القوي يا جماعه، بس تضيف 200 راح تاخذ اللباد وراح تاخذ معاهم مخدتين. بصراحه هذا العرض من الاخر. اذكركم ان هذا العرض فقط راح يكون الين تاريخ 5 يناير، الموقع حق الهاي كير بالدمام، حي العنود، شارع الملك عبد العزيز، وهنا مجمع دار الصحه الطبي. الموقع حقهم تلقونه وين؟ تلقونه بحسابهم بالانستغرام.